مصحوبة بطاقم وزاري تعدى نصف عدد وزراء الحكومة الفرنسية، وصلت إليزابيث بورن إلى الجزائر، وفي أجندة الزيارة توقيع 11 اتفاقية إطار شملت جميع القطاعات الحيوية التي تربط بلدين متقابلين على دفتي المتوسطة، لكنها جانبت ملف الطاقة المؤجل إلى ما بعد العقود الأوروبية المبرمة إبان عهد القطيعة الدبلوماسية بين باريس والجزائر. كل مجالات قد نوقشت اليوم، وحتى إن لم نمضي على اتفاقيات في بعض المجالات فهذا لا يعني أننا لم نناقش المسائل المتعلقة بالمجالات التي لم تمضى فيها اتفاقيات. فالمحادثات جارية حاليا بين مختلف القطاعات الوزارية للمضي نحو آفاق جديدة كما قلت. المحادثات التي جرت على مستوى أوروبي والقضية بتسقيف الأسعار لا تعني العقود مع الجزائر، ونحن نحتفظ بعلاقة موثوق بها معها في مجال الغاز. مصالحة تاريخية بين باريس والجزائر ترجمتها الاتفاقيات الثنائية في شتى المجالات، وتركيز مشترك على فئة الشباب وحاملي المشاريع الاستثمارية المبتكرة لطي صفحة الخلافات وتطوير التبادل التجاري بين البلدين. فهل تنجح هذه المحاولات؟ طبعا هذا الحدث كان من المفروض أن يتجسد في أبريل 2021، لكن الطرف الفرنسي اختصر الوفد الوزاري في بعض القطاعات الوزارية غير الحساسة وفق منظور الطرف الجزائري، وبالتالي كان موقفا حاسما من طرف الجزائر برفض استقبال رئيس الوزراء السابق جون كاستكس. بعد عودة المياه رسميا إلى مجاريها، دخلت باريس في سباق محموم مع دول أوروبية أخرى سعيا إلى مزيد من الدفء في العلاقات الطاقوية مع الجزائر لعله يقيها برد الشتاء المقبل. عهد جديد من العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة المتجددة دشنته الجزائر وباريس بعد فصل من التوتر وصل حد القطيعة الدبلوماسية. رئيسة الوزراء رجعت من دون حصة إضافية من الغاز الجزائري المرتبط بعقود طويلة الأمد مع شركاء أوروبيين آخرين. صوفيا المراكشي، العاصمة الجزائرية، الميادين.